انا هبدأ معلش ب 2001. كثير جدا من الزملكاوية يعني زي ما تقول ايه زعلانين من فريق 2001. ايه الاسباب من وجهة نظرك انت وانت المسؤول الاول عن هذا القطاع داخل نادي الزمالك، ايه الاسباب اللي خلت فريق 2001 بهذه الصورة؟ يعني احنا النهاردة بنخسر، ما بنكسبش كتير، في دروب شوية، في حاجات كتيرة جدا حصل. انا عايز بس اسأل المسؤول الاول بقى عن هذا القطاع، ايه اللي حصل لفريق 2001 هذا الموسم يا كابتن عصام؟ بص يا كابتن طارق، عشان برضو دي ده سؤال مهم جدا، ومن ضمن والسبب الرئيسي اللي انا جيت ان انا اكون ضيف معاك هنا يا كابتن طارق، ان انا اصريت ان انا اكون موجود في معاك ضيف في الحلقه، واكون اكون موجود معاك انت كمان شخصيا كابتن طارق يحيى، لاني قريت بوست كده على حد زملكاوي، صاحب زملكاوي منزل تدخل في قطاع الناشئين، لابد من تدخل في قطاع الناشئين، وجايبين الجدول بتاع 2001. ما شافش 2005، ما شافش 2003، ما شافش. ماشي، ما انا جاي عشان اقول الجزئيه دي. بالظبط، انا جاي اقول له باشمهندس، احنا عندنا القطاع عباره عن 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008. صحيح. 2008 ما شاء الله، 2008 ما شاء الله مع كابتن محمد ابراهيم ماشي اول. صح. 2007 ماشي مع كابتن احمد رزق برضو بخطه ثابته، يمكن لسه قله الخبره شويه لكن بيكسب، مين في اول تاني كده ماشي يعني. ماشي بشكل كويس. صح. 2006 مع كابتن سيد حنفي لسه لاعبين مباراتين متعادلين، لكن في الكاس مقصرين الدنيا وكسبانين 5 بتروجيت. صح. عاملين نتائج، بس في الناحيه الثانيه في حاجه حصلت كده انا اشرت عليها، الفرقه كسبت 7. بالظبط، انبي بالظبط كده. 2005 ودي التجربه اللي لازم نقف عندها يا كابتن طارق. نعمان شاب واعي، نعمان سامي، نعمان نعمان سامي ابن الدكتور سامي عبد العزيز طبعا. ودي التجربه دي اللي تبناها المستشار مرتضى منصور واعلن عنها. الولد طبعا 24 سنه، شاب متحمس واعد جدا، عامل دراسات كتيره قوي في اسكتلندا وفي اوروبا بشكل كبير جدا، وكانت تجربه وليده. يمكن طبيعي ان انت تبقى متخوف منها، لكن كلنا كنا داعمين، وانت طبعا يا كابتن طارق اكيد طبعا كنا داعمين ومساندين بشكل كبير جدا طبعا رئيس القطاعات الكابتن اسماعيل يوسف، كابتن حسين عبد اللطيف نائب رئيس القطاعات، دونجا دونجا طبعا مدير فني لل دونجا اللي بينق عليه على طول ده. شفت بيقر عليه على طول، عارف ان انت وهو زي القط والفار بالظبط. الكابتن حبيبي يعني. الكابتن طارق يحيى طبعا مدير قطاع المدرسه، كابتن اسامه حسن، كابتن عبد الواحد السيد مدير فني، كلهم اسماء كبيره قوي، نجوم كبيره متوليه الثلاث قطاعات، على راسها طبعا الكابتن اسماعيل يوسف رئيس القطاعات. 2005 دي وقفنا عندها والناس كلها كانت متخوفه جدا. نعمان دلوقتي هو متصدر الدوري لحد وقتنا هذا، يعني انا معايا الجدول اهو يا كابتن طارق. 2005 عن الزمالك اول ب 19 بونت ما شاء الله، من كم ماتش؟ متصدر الزمالك من 7 ماتشات. 7 ماتشات، من 7 ماتشات هو متصدر ب 19، يعني خسر بونتين بس. بالظبط كده، تعادل واحد. هو تعادل واحد. فهنا عنده 19 بونت، والاهلي تاني في يعني برضه الزمالك والاهلي، بس هنا هو متصدر. ودي في حد ذاتها وبيكسب نجاح ليه بشكل كبير ده، كسبان انبي في في انبي، وانبي منافس ومنافس قوي. برافو عليه، كسب اخر مباراه 2-1. دي تجربه ناجحه جدا بالنسبه لنعمان. 2004 طبعا الكابتن كامونه هيبدا مناطق يوم الخميس طبعا اللي جاي ده، والكابتن كامونه. 2003 مع كابتن حسين ياسر محمدي برضو دخل دلوقتي بقى حاجه مشرفه، المنافسه بشكل كبير جدا. فانا عايز اقول لك القطاع كله ما شاء الله كله داخل في المنافسه وبيأدي اداء راقي جدا وقوي جدا، رغم ان احنا بدانا متاخرين شويه يا كابتن طارق. ده من ضمن الاسباب برضو اللي اثرت على 2001 شويه. 2001 شويه بالظبط. 2001 بقى ايه الاهداف اللي احنا بنشتغل عليها في القطاع يا كابتن طارق؟ تمام. وانت واحد طبعا من النجوم الكبيره برضو، عندك قطاع المدرسه، عندك مواهب وعندك جواهر، عندك بالنسبه للقطاع المدرسه الحمد لله جدا. كل الهدف ان احنا بنحاول كل ده يضخ على الفريق الاول بشكل كبير، هو ده النجاح بتاع القطاع. صح. ان يبقى في واحد واثنين وثلاثه في الفريق الاول، وتيجي بعد كده رقم اثنين البطوله بشكل كبير، هو ده دي اهداف، ده الهدف، ده الهدف الاساسي والهدف الرئيسي. وحتى لما بنتكلم في الجزئيه ديت، بصينا الموسم اللي فات لقينا 2001 بقى، عشان نتكلم على جزئيه نقف عندها. انا عايز بقى 2001 دي عشان الساده المشاهدين قلقانين وبيقولوا ازاي ومش ازاي والكلام ده كله. ايه الاسباب؟ لان كان في عناصر معينه كانت مؤثره قوي في هذا الفريق.
العناصر دي كانت عباره عن حسام عبد المجيد اللي حاليا في منتخب مصر، صحيح، محمد طارق اللي هو موجود في الفريق الاول في نادي الزمالك، سيف جعفر طبعا موجود برضو مع حاتم مع سكر، الفريق، حاتم سكر موجود برضو الفريق الاول، مع الفريق الاول، يوسف اسامه نبيه موجود برضو مع الفريق الاول، الفريق الاول فوق، سيد نيمار موجود فوق مع الفريق الاول، فانا بكلمك فحسام اشرف موجود بشكل بالظبط حوالي بيسو ست سبعة، وفي اسامه فيصل مشي، اسامه فيصل مشي كان موجود بالزبط. بشكل قوي جدا، وكان وحسين فيصل، وحسين فيصل واحمد بالزبط. عيد كان موجود، واحمد عيد برافو عليه، فكل العناصر دي كلها بقت متواجده ما بين اعاره ده نجاح في حد ذاته، ده في حد ذاته نجاح ليه؟ لان انت ذكرت من شويه كابتن طارق قلت ان الزمالك خد اتنين دوري، انت صححت لي ان اتنين دوري وكاس، من مين بقى؟ ان الجراه اللي عند فيريرا ان هو استعان باللاعبين القطاع بالقطاع وبص عليه بشكل، وده كان النجاح بقى بتاع القطاع بشكل كبير جدا، ان خمس ست عناصر كسروا الدنيا مع الفريق الموسم اللي فات بالظبط، عشان كده الفريق فضي، فيريرا رفض ان اللعيبه دي، مش رفض، خلاص بقى بيستعين، خلاص ما خلاص بقى فريق اول، ده هننزلهم تاني تحت ليه؟ هو صعب، فاصبح دلوقتي الفريق بقى في بقى في بقى في مراكز كتيره في الملعب ما بقاش فيها القوه الضربه بتاعته، زي ما بتقول ايه؟ كل فريق بيبقى قوي بيبقى عنده العمود الفقري بتاعه، اذا بتتكلم في سرد باكين، بتتكلم في النص الملعب، بتتكلم في روده، كل دول مش موجودين دلوقتي، فالفريق نفسه فدي من اللعيبه المميزه دي اللي هي كانت بتعمل فرق كبير بشكل كبير جدا، العناصر اللي موجوده قليلين الخبره، يعني خدوا فرص كثيره جدا لكن ما اثبتوش وجودهم بشكل كبير، الفرصه يا كابتن طارق بتجي لنا في سن 19 و20 سنه، انت بتتكلم في 2001 ده يعني بتتكلم في 21 سنه. وخلينا نقول ان 18 سنه المفروض تبقى انت بتلعب فريق اول، 19 بتاع، في ناس لعبت هو سن الياس، دي الفتره دي يا كابتن عصام بتبقى سن الياس لحد ما